مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من سلسلة دروس تعليم المحاسبة باللغة الإنجليزية، وراح نكمل دروسنا المتعلقة بالفصل الرابع بعنوان Accounting for Commercial Note. في هذا الدرس راح نركز أيضا على أوراق الدفع Note Payable. مثال التالي يتعلق أنه في 1/10/2016 شركة بغداد بورود اقترضت مبلغ 150 دينار من ABC Bank، وتم إصدار ورقة دفع تستحق السداد بعد 8 أشهر وبفائدة 10%، تم تسديدها مقدما. الانترست تم تسديدها مقدما. المطلوب هو إثبات قيد التسوية قيد اليومية في تاريخ الاقتراض. مثل ما ذكرنا في الدرس السابق أنه إحنا راح نحسب أول شيء الفائدة مال 8 أشهر ونسددها مباشرة. فنقترض 150 ونسدد 10، إذن كنا نستلم إحنا فعلا 140 ألف دينار. فالكاش راح يستلم 140 ونثبت مصروف الفائدة في الجانب المدين، والنوت بيبل هي في الجانب الدائن 150 ألف دينار. هنا لازم ننتبه إنه 10 آلاف اللي سددناها كمصروف فائدة هي لفترة 8 أشهر، وإحنا بواحد عشرة يعني مال 10 و11 و12 في هذه السنة، و5 أشهر بالسنة القادمة، لذلك نحتاج قيد تسوية في نهاية السنة. قيد التسوية راح نثبت مصروف الفائدة المدفوع مقدما مال 5 أشهر، نثبته كبريبيد انترست اكسبنس ونخفض بمصروف الفائدة في الجانب الدائم. البريبيد انترست اكسبنس 6250، ومصروف الفائدة يقل أو يتخفض بمقدار 6250 حتى يبقى 3 أشهر فقط لهذه السنة. تاريخ استحقاق الكمبيالة هو بعد 8 أشهر، يعني في 1/6 تقريبا راح يصير 1/6 شركة دفعت قيمة الكمبيالات. مطلوب إثبات قيد تسديد الكمبيالة، فمن حساب النوت بيابل راح يكون القيد إلى حساب الكاش. الفوائد لهذه السنة مثبتة كبريبيد، طالما احنا صرنا بالسنة واستنفذت فلازم تتحول إلى اكسبيرينس اعتيادي. فالمفروض في نهاية السنة 31/12 نحول البريبيد إلى مصروف اعتيادي، فمن حساب الانترست اكسبيرينس راح يكون 6250 إلى حساب البريبيد انترست اكسبيرينس، وبالتالي تم إلغاء البريبيد وتم تحويله إلى مصروف باستنفاذ الفترة. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم في الدروس القادمة إن شاء الله.